السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. هنتكلم مع بعض النهارده باذن الله عن برج العقرب، هنشوف الطاقه بتاعتك، هنشوف ايه الاخبار عندك يا برج العقرب، لانك عندك شويه امور مستجده. انزلوا باللايك الجميل وبالتعليق الحلو علشان الفيديو بتاعكم يوصل لاكبر عدد من المشاهده. يلا بينا بقى برج العقرب نشوف ايه الاخبار عندك. بس قبل ما ابدا ما تنساش اللايك يا برج العقرب، ونقول بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. شايفين يعني اهو للناس اللي بتقول انا بحب اقرا الكلام ده كله. طيب شايفين الطاووس اللي عندكم، ونقول بسم الله. طيب الفترة دي اقدر اقول لكم ان هي فترة مجهود منكم، ركزوا معايا في كلامي كويس جدا. الفترة دي ممكن تكون انتم مش بتناموا كويس، في شوية قلق، شوية مش هقول لكم هموم طبعا ربنا يعفي عنكم، لكن في انتم مش مرتاحين في نومكم، مش مرتاحين في الراحة اللي انتم يعني مستنيينها. المكان اللي انتوا فيه ممكن يكون الراحة دي بتبقى عامة، ممكن يكون الراحة دي مش راحة عاطفية، مش راحة جسدية، مش راحة في أرض المكان اللي انتوا فيه، الله أعلم. كل شخص ليه راحة معينة، لكن انتوا هنا ظهر لكم الطاووس. الطاووس ده بيدل على خير، والخير اللي جاي لكم ده هيبقى جاي لكم عن خير سريع، او هيبقى جاي لكم عن قرار. القرار ده لازم تاخدوه في وقت مناسب، لازم تاخدوه قرار صح عن تفكير وعن مجهود في حياتكم. هنا في مشكلة، او في مش لازم نكون مشكلة كبيرة، لكن هيبقى في جدال، في قعدة، في ناس قاعدة قصاد ناس على حق، على مال، على ورث، على حقوق، على اي حاجة تخص المال. هيبقى في قعدة خلال الكام يوم اللي جايين، هتبقى القعدة دي تخصكم انتوا، لان انتوا قاعدين ومغلولين وساكتين وبتطلبوا بحقكم بكل حقوقكم. طيب البعض منكم هنا ما بتحبوش تحكوا همومكم، ما بتحبوش تشاركوا همومكم مع حد، بتحبوا تسمعوا للناس اللي حواليكم، وده بيديكم طاقة سلبية. طيب انتوا هنا عاملين زي الموجة، شايلين وكاتمين، كاتمين جواكم، وده بيخليكم دايما متأثرين باللي حواليكم. فخدوا بالكم من نفسكم اكتر، وادوا نفسكم طاقة للاندفاع لقدام. شايفه انه هنا اتظلمتوا، او في ظلم وقع عليكم، او تهمه اتهمتوها، الله اعلم. يعني انا شايفه انه في غيمه على دماغكم. الغيمه دي بتدل لا اما انتم وقع عليكم ظلم، لا اما انتم اتظلمتوا من حد، لا اما انتم بتفكروا في حاجه ظلماكم من الماضي، الله اعلم. بصوا هنا كمان، انتوا عندكم هنا اندفاع لقدام، امور هتبقى لصالحكم، او امور انتوا تستاهلوها. يعني في حاجة عمالين تفعلوها بقالكم مدة بتخططوا لها، رحلة، شغل، توقيع عقد عمل، الله اعلم. لكن هنا في امور مستجدة ليكم، قلبكم مكسور، لكن في حد هيطبطب عليكم، او في حد الان بيطبطب عليكم، في حد يعني حد كويس، حد هيكون من نصيبكم، او هيبقى حد كده فعلا هيعرف يدخل قلبكم ويعرف يطبطب عليكم، لان انتم محتاجين حد يكون ورا ظهركم، حد يكون سند ليكم. طيب في واحدة هنا، الست دي بتحارب من اجل ان هي تخرب بيتكم، يعني لا قدر الله بعد الشر طبعا، بتحاول ان هي دايما تطلعكم وحشين. الست دي سمرة موجودة في حياتكم طويلة،
وبتحقد عليكم ومش تخينة عادية، بتحقد عليكم قوي وحطاكم في بالها، وزي ما بتقول ربنا ياخد من اللي عندكم ويديني. اذا كنتوا حلوين، اذا كان زي ما يكون اللي عندكم هي دايما مستكترة عليكم النعمة اللي انتوا فيها. هنا شايفة لكم في علامة نصر، علامة سيف، علامة حاجة بتشجعوها هتبقى حلوة، أو مشروع داخلين فيه بقلبكم بعزيمتكم بقوتكم، الله أعلم. بس لا عندكم علامة النصر، وعلامة النصر دي هتبقوا مبسوطين منها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنت في عزوة، او انتوا عندكم عزوة حاليا، في حرف الاي موجود في حياتكم، وحرف الار. حرف الاي والار وراهم لخبطة، مش وراهم او عندهم لخبطة في حياتهم، في امور معقدة حواليهم، لان في حد محاوطهم، في حد حاططهم في باله. في حد يخص الاهل بيفكر في ارتباط، او انتوا بتفكروا في ارتباط، في ارتباط عندكم مناسب جدا. الارتباط ده هيبقى حلو، وفي نفس الوقت هيوصلكم للهدف اللي انتوا، يعني هيوصل للشخص اذا كنتوا انتوا او اللي حواليكم. اللي عايز يرتبط عندكم الارتباط ده حلو جدا، وفي نفس الوقت الارتباط ده هيساعدكم ان انتوا توصلوا للهدف، وممكن هو اللي يساعدكم كمان ان انتوا توصلوا لعلامة النصر الكبيرة اللي عندكم. في حد اتصدمتوا منه ما توقعتوش ابدا ان في يوم وليلة يديكم ظهره، يعني حد انتوا كنتوا بتحبوه جدا دايما، يعني واقفين معاه، ولما احتجتوه ما وقفش جنبكم، او لما احتجتوه اداكم ظهره ومشي وانتوا مصدومين. في مراقبة، حد بيراقب حد، اذا انتوا بتراقبوا او حد بيراقبكم. لكن عندكم حمامتين، حمامتين، الحمامتين دول جايبين لكم خبر، خبر متعلق بحياتكم الشخصية، وخبر هيبقى يخص حرف الاي. شايفة كمان عروسة عندكم، عروسة حلوة قوي، هيبقى في فرح وفي مناسبة جميلة هتحضروها وهتطلع الطاقة اللي جواكم. طيب اللي مستني رجوع، في اسمة كبيرة جدا للرجوع، يعني في اسمة كبيرة، في ارتباط كبير، في حياة جديدة، في كلام جديد هيتقال الفترة اللي جاية. طيب في ناس بالها مشغول جدا بأولاد، أو انتم منفصلين بالكم مشغول بين اللي حواليكم، في شوية أمور كده انتم مش فاهمينها، ودايما بتقولوا احنا مش فاهمين نفسنا. في حد انتم مستنيين منه جواب، لكن هو شخص نرجسي، شخص ما بيحبش غير نفسه، شخص كده بيحب يهنكم، دايما بيطلع اللي جواه عليكم، الشخص ده مش كويس خالص. في حد مستني شفاء من مرض، او بيفكروا، حد بيفكر في انجاب طفل تاني،
اتمنى تشاركوني في الكومنتات وتقولولي ايه اللي بينطبق عليكم، لان في كلام يخص الانجاب وفي طاقة انجاب حلوة قوي. في مبلغ من المال هتمسكوه قريب جدا، المبلغ ده هيبقى ما يعني هيشقلب حالكم، بمعنى أصح هيبقى حلو جدا ليكم. في حوار هيحصل مع شخص هيغلط فيكم وانتوا هتاخدوا قرار الخسارة، ان انتوا تخسروا الشخص ده ومش عايزين مش عايزين تشوفوا وشه تاني، لان الشخص ده هيكون فعلا انسان مش كويس، وهتعرفوا قد ايه ان الشخص ده حقود، الشخص ده انسان ما كانش يستاهل يكون موجود في حياتكم. في حد من الماضي هيحاول يتكلم معاكم او هيتحاول يتواصل معاكم، الحد ده بقاله مدة محتار، وكل ما يقول هاخد جرأة ان انا اتصل او ابعت رسالة بيرجع وخايف، لانه عنده نوع من الكبرياء، او خايف ان هو يجيلكم ترفضوه، هو عنده طاقة خوف وحيرة هتموته، وفي نفس الوقت نفسه يعمل اللي يريحه لكن مش عارف. طيب ارجع واقول، في المناسبة اللي انتوا هتحضروها في انسانة كبيرة في السن، من كلامها هتتضايقوا لكن هتعرفوا ترد عليها وهتعرفوا توقفوها عند حدها. برافو عليكم، اهنيكم على ان انتوا هتعرفوا توقفوها عند حدها. طيب في هنا طاقة حذر هتحذر، يعني لأن شايفة لكم هنا يعني أفعى، لا إما أنتوا بتحلموا بأفعى كلها سم، لا إما في حد بيأذي فيكم في أرض بيتكم. وحتى لو انتوا بصيتوا في قراءاتكم اللي قبل كده هتلاقوا انا دايما اقول لكم في طرقة عندكم، لو في طرقة في بيتكم الطرقة دي اكتر مكان ترشوا فيه ملح، وتجيبوا سماعة كده وتحطوها في المكان ده وتشغلوه قرآن، طرقة ما بين الأوض ما بين المطبخ كده، خلوا بالكم من الطرقة، لأن من أكتر الأعمال السحور بتتركن في الأركان وبتترش في الطرقة وقدام البيت، فأنتوا خلوا بالكم لأن في أفعى كلها سم، والأفعى دي بخة عندكم، يعني مش لسه بتبخوا مش لسه هتبخوا، هي بخة عندكم ومخلياكم دايما في وقف حال. وعشان كده من اكتر الناس اللي انتوا مش فاهمين نفسكم ولا فاهمين اللي حواليكم. طيب في هنا حد في حياتكم من ابراج مائية، الحد اللي في حياتكم ده من ابراج مائية متقلب المزاج او مش عارف هو عايز ايه، وانتوا بدأتوا ان انتوا ما تهتموش لأمره ولا تهتموا لحياته.
برضو في علامة نصر. علامة النصر دي يعني اقدر اقول لكم ان ممكن تكون حقيقة، مدام ظهرت لكم مرتين هقدر اقول ان هي حقيقة هتكتشفوها او حقيقة هتفرحكم، لان اللي جاي في حياتكم انتوا هتحاولوا ان انتوا يعني تتراجعوا عن كل القرارات الغلط اللي خدتوها، وهيبقى فيه يعني فترة كده هتبقوا مبسوطين مع نفسكم. شايفة هنا ان في حاجة لا قدر الله مشكلة مع الاهل او جدال مع الاهل، في حاجة تخص الاهل، في حد من الاخوات، حد من اهلكم انتوا، الله اعلم، يعني اخواتكم، امكم، ابوكم، حد تخص الاهل، شايفة جدال عندكم، او انتوا حاسين في فهم غلط في حياتكم، في سوء تفاهم. لازم تراجعوا الامور بشكل احسن من كده، وبلاش تبقوا متسرعين في قرارات تاخدوها تندموا عليها، لان كل شوية بتاخدوا قرار وتزعلوا وتقولوا لا احنا خدنا قرار غلط، لا القرار ده ما كانش ينفع ناخده، وده هو اللي عامل لكم خوف من بكرة، خوف من الحياة اللي جاية. فلازم لازم لازم تكونوا يعني حابين حياتكم اكتر من كده، لان قراراتكم فعلا يعني انتوا زعلانين ان انتوا بتاخدوا القرارات دي، زعلانين ان انتوا في حاجات مش عارفين يعني تاخدوا قرار فيها صح، فعشان كده هتشوروا حد كبير عندكم في العمر، والحد ده هيبقى يعني هيعرف فعلا ان هو يخليكم تاخدوا القرار الصح. طيب انتوا هنا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فحد اكل حقكم او حد يعني الحد ده ما ظلمكم، اكل حقكم، خدعكم، الله اعلم، يعني في حسبنا الله ونعم الوكيل، وما حدش يزعل مني، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني شايفة ان هي لا منكم لا عليكم، الله اعلم، لحد فهم حاجة غلط عنكم فبيتحاسبن عليكم، لا اما انتوا بتتحاسبوا انه في حق، لان في سهم رايح جاي، وده بيدل ممكن حد يكون موصي، يعني مثلا حد قايل عليكم حاجة، فالحد ده بيتحاسبن عليكم وانتوا مظلومين، او العكس، ربنا هو اللي يعلم، لان في يعني حد اخد ولاد حارمكم من حاجة، وانتوا حارمين حد من حاجة، الله اعلم، محدش يزعل مني، انا بقول اللي موجود واللي شايفاه. بتحبوا البحر جدا، او بتحبوا الاسماك، الحوت، بتحبوا الحاجات دي، يعني لان شايفاكم قاعدين وسطهم، يعني قاعدين بتتفرجوا عليهم، في امور عندكم. في حد بيسأل أسئلة كتير، حد وجع لكم دماغكم من كتر الأسئلة، حد انتم مش عايزينه يتدخل في حياتكم بالطريقة دي، لكن هو قاعد وما بيعملش حاجة غير ازاي يتدخل في اللي ملهوش فيه، يعني في حاجات غلط بتحصل حواليكم، رغم ان انتم دايما بتدوروا على الراحة، بتدوروا على الأمان، بتدوروا على الاستقرار، بتدوروا ان انتوا دايما تكونوا بعيد عن العين، لكن اذا كانت فتاة او راجل
يعني اذا كنت فتاة ما اتجوزتيش او ست متجوزة ومنفصلة، الله اعلم. دايما اقول ان انتوا بتمشوا على الارض بتقولوا يا ارض تهدم عليك ادي، بجمالكم، بسحر عيونكم، بخطوتكم، بمشيتكم، بشياكتكم، في حاجة دايما بتميزكم عن باقي الناس. وبالنسبة للفتاة، وعلشان كده دايما محسودين، دايما العين عليكم. ففي ثلاث قرارات، الثلاث قرارات دول هتاخدوهم الفترة اللي جاية، هيبقوا الثلاث قرارات دول هتخليكم، يعني في قرار هتيجوا على نفسكم علشان تاخدوه، وقرارين هتاخدوهم وانتوا مبسوطين، لان القرارين دول هيكونوا كويسين جدا بالنسبة لكم. فعايزاكم تهدوا خالص، ما تعملوش اي حاجة توتركم. انتوا ليكم فلوس عند حد، لكن كل حاجة بمشيئة ربنا. هتاخدوا حقكم وهتاخدوا نصيبكم من الدنيا بما في الكفاية، لكن اصبروا وخدوا حقكم بالراحة، بلاش التسرع، بلاش الرد السريع اللي انتوا بتفعلوه. انتوا ممكن حد يغلط فيكم تقطعوا علاقتكم بيه حرفيا، لان انتوا عندكم سرعة الرد، دمكم حامي جدا، بيخليكم متوترين وفي ثانية بتردوا وما يهمكمش هتخسروا مين او هتكسبوا مين. بتحبوا جدا تاخدوا حقكم بنفسكم، محدش ياخد لكم حقكم. علشان القعدات اللي عندكم تحصل زي ما انتوا عايزين، لازم تسكتوا وتصبروا وتكتموا على كل حاجة داخلة حياتكم، لان اكتر من الحسد الشديد اللي عندكم الكلام الكتير اللي انتوا بتتكلموا بيه عن حياتكم، وبالاخص الناس اللي مركزة في حياتكم وعايزة تجيبكم الارض. يا رب قراءتنا تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. انتظروا مني كل ما هو جديد الفترة اللي جاية، وقولولي قراءتنا انطبقت عليكم ولا لا. تحياتي ليكم.